لم تعد صناعة أجهزة الحاسوب المحمول حكرا على الغرب، فقد تم إطلاق أول حاسوب محمول عربي من صناعة عربية في الأردن، وأطلق عليه اسم تاجي توب. عجبتني الأردن. هذا الجهاز برزت فكرته من أجل إزداء خدمة للطلاب العرب وليكون في مع السخونة. أنا مش عم بشوف الأوتوكيو. سلامتك. الله يسلمك. في متناول كل واحد منهم حاسوب شخصي، إذ أن سعره لا تتعدى كلفة تصنيعه. التفاصيل مع الزميل عماد العضائلي من عمان. إن كانت الأرض بتتكلم عربي والثورات أيضا عربية، فهناك من سيتكلم ذات اللغة، ولكن في عالم المحمول ثورته، نشأته، منشأه، جنسيته عربية. هو الأول ما بين هذا وذاك، وليد عربي محمول ضمن ما يعرف عالميا باللابتوب وعلاماته التجارية العالمية. من خلال الحرص على أصله العربي الخالص برزت فكرة هذا الحاسوب المحمول تاجي توب، الذي هو أول محمول يظفر بشهادة ميلاد عربية لخدمة الشباب العربي. يباع بأسعار لا تتعدى كلفة تصنيعه. الهدف منه تمحور حول تمكين الطالب العربي من امتلاك محمول يخدم علمه في المقام الأول. أنا عربي، وتنشئتي وكل حياتي أن هذه الأمة، الأمة العربية، أمة عظيمة، وأنا أؤمن بقدراتها، وهذا بيعطيني حافز بأني ما أشعر بأي نقص أمام أي أجنبي أو إنتاج أجنبي أو جهة أجنبية. المحمول هو أول لابتوب يحمل علامة تجارية عربية باستثمار عربي وتمويل عربي وتصميم عربي. تصميم عربي بمعنى أساس يكون واضح الأمر، إن نحن قررنا المواصفات لتكون من أعلى المواصفات لنفس فئة هذا الجهاز. مواصفات تاجي توب وضعت كي تتلائم مع أوضاع الشباب العرب، ابتداء من ثمنه وذاكرته الواسعة التي تغنيهم عن حمل مئات المجلدات والكتب والمراجع، وانتهاء ببطاريته التي بإمكانها بعد شحنها العمل مدة تتعدى الساعات الست، وهي مدة الدوام في المدارس والجامعات. ميزة هذا الجهاز أننا حملناه، يعني أبلودت عليه إضافات برامج تفيد الطالب وتلزم للطالب، أيضا فيه إمكانية أن يصبح هو الشنطة المدرسية للطالب. المواصفات الفنية التي قررنا أن نضعها في نفس فئة النتبوك وهو العشرة إنش هي الأعلى، يعني لما نتكلم على 320 جيجا بايت و2 جيجا بايت رام والبروسيسر من أعلى المواصفات في مجال التي تشغل هذا النوع من الأجهزة. بصمة أولى يدمغها هذا المحمول في عالم اللابتوب، سابقة عربية قد تفتح قريحة شركات عربية أخرى لتحقيق المزيد من الثورات العربية في عالم التكنولوجيا. لبرنامج MBC في أسبوع عماد العضايلة عمان.